الحصول على الخبز العادي الذي لا يتجاوز سعره عادة 10 دينار أصبح شبه مستحيل حسب بعض المواطنين، خاصة في ساعات الذروة أين يزيد الطلب على هذه المادة. رحت شريت خبز قال لي 1500، قال لك تاع الأرض هذا ب 1500. خبز العادي ما كاينش؟ خبز عادي ما عندوش، ما كاينش. إيه دايمين شي ولا ما عندناش تاع العادي هذا خلاص. هذا 1500. شريتو دوك هذا العاد؟ إيه هذا ب 1500. والخبز العادي لقيت ولا ما لقيتش؟ ما كانش. العادي ما تلقاهش، تلقاه قليل، وإلا لقيتو خلاص تمثم ويحتم لك من بعد تولي تشري تاع 2000 فرنك. تصريحات دفعتنا للتنقل إلى بعض المخابز لتحري الوضع، والحقيقة كانت صادمة وتؤكد صحة ما أدلى به المواطنون. مش خبزات. كيفاه؟ من الأول الأرض. فين الأرض؟ تاع الأرض هذا. نورمال ما كانش. ما كانش. ها؟ ما كانش. وهذا قداه؟ 15. زوج طروامي. 400 انا. 900 دابا. لا نورمال ما كانش. خلاص. من جهته كشف رئيس جمعية حماية المستهلك أن هنالك نوعا من التحايل يمارسه بعض أصحاب المخابز على الزبون للرفع من قيمة الفائدة. يخدم لك بالفرينة المدعمة اللي مدعمها الدولة الجزائرية للشعب الجزائري، ويدير لك معطاس ولا زوج تيسان نتاع سميد، ويقول لك هذا خبز سميد ب 2000 فرنك، هذا خبز كذا ب 3000 فرنك، او يدير لك شويه سينوج ويدير لك زوج حبات زيتون والله، ويقول لك هذا ب 3500. كي تجي في ليزور دي بوانت الصباح يخرج لك يبيع لك الماده هذه الصباح الساعه الاولى ولا الساعه الثانيه، كي تخرج من بعد انت تلقى الخبز خلاص يقول لك تاع الفرنك خلاص صبر، هاو عندي تاع 1500 وتاع 2000 فرنك، هاو بقات لي واحد 20 مينيت والله، هاو يوجد الاخر، انت تتحتم وغاصب راح تخدم تتحتم بتدي تاع 1500 وتدي تاع 2000 فرنك، يعني تدي حاجه بمحتم. تدعو جمعيه حمايه المستهلك على غرار عديد الناشطين في المجال الى ضروره تفعيل الرقابه الصارمه على تجاره هذه الماده المدعمه وفرض اجراءات ردعيه على كل المخالفين.